رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير، وما كمل من النساء إلا أربع، وهم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. إن كل امرأة من هؤلاء الأربعة كانت في زمن مختلف عن الأخرى، فالسيدة آسية كانت في زمن نبي الله موسى عليه السلام، ومريم ابنة عمران كانت في زمن نبي الله عيسى، والسيدة خديجة وفاطمة عليهما السلام كانتا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسنسافر معا في هذه العصور الثلاثة لنعرف الكثير عن سيدات نساء العالمين، وإحداهن هي سيدة نساء أهل الجنة. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. أول سيدة من سيدات نساء العالمين هي آسية. فماذا فعلت حتى تكون من أفضل نساء العالمين؟ هي آسية بنت مزاحم. كان أبوها حاكماً لإحدى الممالك التي كانت تحت الحكم المصري، وذكر بعض المؤرخين أنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى عليه السلام. وكانت آسية زوجة لفرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وكانت تعيش حياة الرفاهية والرخاء، وكان هذا منذ طفولتها، فهي زوجة الفرعون ولديها قصور وخدم، وبين يديها كل ما تشتهي وترغب. ولكن كان لديها ما يحزنها وينغص حياتها، وهي أنها كانت عاقرا لا تستطيع الإنجاب، ولكن الله قد رزقها بطفل دون أن تنجب، وهو نبي الله موسى عليه السلام. فبعد أن أمر الله أم موسى أن تلقيه في اليم، شاء الله تعالى أن يربى موسى في قصر فرعون، فوجده الخدم وأخذوه إلى امرأة الفرعون، فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا. فلما جاء فرعون ورآه قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه. فوقفت أمامه آسية وحاولت إقناعه بالإبقاء على حياته، واقترحت أن يقوموا بتبنيه، وذلك لأنها لا تستطيع الإنجاب. ولم تكن آسية امرأة فرعون ترضى عن تصرفات فرعون وتجبره في الأرض وتعذيبه لبني إسرائيل وتقتيلهم، ولكن لم يكن باستطاعتها فعل شيء حيال ذلك، ووافق فرعون على اقتراح زوجته آسية، وبذلك يكون الله تعالى قد أنقذ حياة نبيه موسى عليه السلام على يد آسية. ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي أنقذت فيها السيدة آسية موسى عليه السلام من الموت، بل أنقذته مرة أخرى. ففي أحد الأيام كان فرعون يداعب ذلك الطفل الصغير، فأخذ موسى عليه السلام بلحيته وشدها إليه فأوجعه، فتوجس فرعون من ذلك الطفل، فخافت عليه آسية وقالت له: إنه طفل صغير لا يعلم ما يفعل، فاختبره بوضع تمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة فاقتله، وإن أخذ الجمرة فاصفح عنه. فوافق فرعون، وهم موسى بأخذ التمرة لولا أن أخذ الملك بيده إلى الجمرة، فأخذها ووضعها على لسانه، فأصابته لدغة بسببها ونجا من الموت. وكبر موسى عليه السلام وكلفه الله بالنبوة والرسالة، فآمنت به آسية زوجة فرعون سرا خوفا على حياتها. وفي أحد الأيام علم فرعون أن خادمته وماشطة ابنته قد آمنت بالله تعالى، فما كان منه إلا أن قتلها هي وأولادها، مما أثار غضب زوجته آسية، فلم تتحمل الصمت وقالت له: الويل لك، ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت له: ما بي من جنون، ولكني آمنت بالله تعالى رب العالمين. ويروى أن فرعون جن جنونه وثار غضبا، وحاول بكل الطرق حتى تعود كما كانت قبل إيمانها بالله، ولكنها أصرت وتمسكت بإيمانها. ويقال إن فرعون تحدث لقومه على الملأ وقال: ماذا تعلمون عن آسية ابنة مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري، فقالوا: اقتلها. فأرسل لها فرعون عبيده وقال لهم: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن ظلت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فأخذ الجنود آسية رضي الله عنها وقاموا بربطها وحاولوا إجبارها على الكفر بالله تعالى،
ولكنها رفضت وتمسكت بإيمانها، فقاموا بتعذيبها وجلدها بأقصى الطرق وهي تصر على الإيمان. وعندما أحست باقتراب أجلها نادت الله تعالى قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولم يتحمل فرعون هذا التجرؤ والإصرار، فأمر فرعون جنوده بقتلها، وذلك بأن رموها بحجر ضخم فأرداها قتيلة، ويقال أنها ماتت وهي تبتسم وتضحك، وذلك لأنها رأت مقعدها في الجنة قبل موتها. والجدير بالذكر مشاهدين أن تفاصيل قصة مقتل آسية لم ترد في القرآن الكريم مفصلة، ولكنها وردت في الإسرائيليات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن الأكيد أنها تمسكت بإيمانها حتى بنى الله لها بيتا في الجنة. السيدة الثانية التي اصطفاها الله مع آسية بنت مزاحم هي السيدة مريم. هي سيدة اصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين، وجعل لها سورة كاملة في القرآن الكريم تحمل اسمها. هي امرأة أنجبت دون أن يمسها بشر لتكون آية ليوم يبعثون. هي مريم العذراء رضي الله عنها وأرضاها. تبدأ قصة مريم عليها السلام عندما تزوج عمران بن مازان، والذي كان يتصف بالأخلاق الفاضلة، ويرجع نسبه لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام. وقد تزوج من حنة ولم ترزق بالحمل فور زواجها، وفي صباح أحد الأيام خرجت حنة ورأت أمامها عصفورا خرجت من أحشائه بيضة، فدعت الله أن تعطى الذرية، وظلت تدعو الله صباحا ومساء حتى حملت ونظرت ما ستلد لخدمة بيت المقدس، وأنجبت أم مريم أنثى. وهنا قد علمت أنها لن تستطيع أن تفي بنذرها، لأن بيت المقدس لا يحمل إلا الرجال، فأطلقت حنة على ابنتها اسم مريم تقربا لله، وذلك لأن اسم مريم يعني في لغتهم العابدة والخادمة لدينها، وأعاذتها بالله هي وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله من أم مريم. وهذا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. وقد كفل السيدة مريم نبي الله زكريا، والذي قيل عنه أنه زوج خالتها وقيل زوج أختها، ومعنى كفالة زكريا أي أنه ضمها إليه وأصبحت في رعايته. وحدث هذا عندما قام الصالحون بالاقتراع لكفالتها، وكان سيدنا زكريا هو من وقعت عليه القرعة. وكانت السيدة مريم تعتكف في المحراب، وكلما كان سيدنا زكريا يدخل عليها يجد عندها الطعام بمختلف أنواعه، وكان يتعجب من ذلك فيسألها، فتجيبه أن الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واعتزلت السيدة مريم الناس وتفرغت لعبادة الله. وفي أحد الأيام خرجت خارج المحراب فظهر لها جبريل عليه السلام متمثلا برجل سوي الخلق في أفضل صورة له، وعندما رأته استعاذت بالله، فأخبرها بأنه رسول من عند الله تعالى يبشرها بالمعجزة العظيمة التي اصطفاها الله لها، وهي أنها سترزق بطفل من غير زوج. فما كان منها إلا أن تعجبت، فهي غير متزوجة ولم يمسها رجل قط. وبعد أن بشرها سيدنا جبريل بالمولود القادم، ما كان من السيدة مريم إلا أن ذهبت إلى مكان بعيد عن أعين الناس، مكانا لا يراها فيه أحد. وعندما شعرت عليها السلام بقرب ولادتها خرجت تبحث عن مكان لتلد فيه، حتى ذهبت إلى جذع نخلة واتكأت عليه وظلت تتألم، حتى أرسل الله لها جبريل عليه السلام يخبرها أن الله تعالى جعل لها سريا من تحتها، قيل أن السري هو عيسى، ليبشرها بأنه سيكون له شأن عظيم لكي تهون عليها آلام الولادة. ومن الخوارق في ولادة السيدة مريم لعيسى عليه السلام أن جذع النخل الذي كانت تتكئ عليه كان يابسا ولا يحمل الثمار، فلما هزت الجذع أثمر وصار عليه رطب ليكون قد توافر عندها الماء والغذاء. وأمرها الله تعالى أن تصوم وألا تكلم إنسيا. وعندما أتت السيدة مريم إلى قومها وهي تحمل مولودها
استنكروا عليها هذا وتعجبوا أنها أتت بطفل من غير زواج، وقالوا إن أباها كان طيباً ولم تكن أمها امرأة بغي، وذكروها بالصالحين من قومها ونادوها بأخت هارون، قيل أنه نبي الله هارون وقيل أنه أحد الصالحين من بني إسرائيل، ولم يتذكروا أنها كبرت بينهم ولم تغادر المحراب. ولم تجد السيدة مريم قولاً لتقوله لهم، فلم تجد إلا أن تشير إلى رضيعها عليها السلام، فقالوا لها كيف نكلم طفلاً رضيعاً في المهد؟ فأنطق الله الرضيع معجزة لها وقال لهم إنه عبد لله تعالى ونبي من عنده. وكبر عيسى عليه السلام مع والدته السيدة مريم عليها السلام ظهراً طويلاً في الجبل، يقومان الليل ويصومان النهار، حتى رفع عيسى عليه السلام إلى جوار ربه عز وجل، وتوفيت أمه مريم بعده بخمس سنوات، حيث ماتت في سن 53 سنة رضي الله عنها، وقد قيل أن قبرها في كنيسة جبل طور. السيدة الثالثة التي جعلها الله سيدة نساء العالمين هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، القرشية الملقبة بالطاهرة، سيدة قريش، التي ولدت في بيت عز قبل عام الفيل 15 عاماً، فكانت امرأة عاقلة جليلة، اشتهرت بالحزم والعقل والأدب، فكانت محط أنظار الرجال من قومها. تزوجت السيدة خديجة من أبي هالة بن زرارة التميمي، وأنجبت منه هالة وهند، ولما مات أبو هالة تزوجت من عتيق ابن عائد بن عبد الله المخزومي، فلبثت معه فترة من الزمن ثم افترقا، ثم تقدم لها بعد ذلك الكثير من أشراف قريش، لكنها فضلت البقاء دون زواج لتربية أولادها وإدارة شؤون حياتها، فقد كانت غنية ذات مال، وكانت تستأجر الرجال ليتاجروا لها وتدفع لهم المال مضاربة. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ما اتصف به من الصدق والأمانة والخلق، أرسلت إليه ليخرج بمالها إلى الشام ليتاجر به مع غلام لها يقال له ميسرة، على أن تعطيه أكثر مما تعطي غيره، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافر مع غلامها، ووفقه الله تعالى في هذه التجارة، فكان الربح وفير. سرت السيدة خديجة بهذا الربح الكثير الذي أحرزته على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إعجابها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم وأعمق، إنه رجل ليس كبقية الرجال. فسألت السيدة خديجة نفسها، هل يقبل الشاب الأمين الصادق الزواج منها وقد بلغت 40 من عمرها؟ وكيف تواجه قومها وقد ردت عن نفسها الخطاب من سادة قريش؟ وفي غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيفة بنت منبه، وتجلس معها وتبادلها أطراف الحديث، وعندما علمت صديقتها بما يجول في خاطرها ذكرتها بحسبها ونسبها وهدأت من روعها، وما أن خرجت نفيفة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام، ما بيدي ما أتزوج به. قالت، فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا، ومن؟ قالت على الفور، خديجة بنت خويلد. فقال، إن وافقت فقد قبلت. انطلقت نفيفة لتزف الخبر والبشرى إلى خديجة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أعمامه برغبته بالزواج من خديجة، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهم إلى عم خديجة عمرو بن أسد، وطلبوا السيدة خديجة وساقوا إليها الصداق. ولما تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء، وكان عمر السيدة خديجة 40 عاماً، وعمر النبي حين ذاك 25 عاماً، وهكذا أصبحت السيدة خديجة رضي الله عنها سيدة قريش زوجة لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وضربت أروع الأمثلة وأعظمها للزوجة الصالحة. فعندما رأت أنه يحب مولاها زيد بن حارثة وهبته له، ولما آنست منه الرغبة في ضم أحد أبناء عمه أبي طالب رحبت بذلك، وأفسحت لعلي رضي الله عنه المجال ليكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رزقت السيدة خديجة من النبي بالبنين والبنات،
القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث ويختلي بنفسه في غار حراء شهرا من كل عام، فقد حببت إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ما شاء الله له أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله تعالى عليه، فقد حدث معه ما حدث من نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي لأول مرة، فانطلق مزعورا يلتمس بيته خائفا وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وبعد أن حكى النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ما حدث معه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اطمأن فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلامها المطمئن، ولم تكتفي بذلك، بل ذهبت به لابن عمها ورقة بن نوفل وحدثته بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيه جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقد كانت السيدة خديجة أول من آمن بالله ورسوله ودخلت في الإسلام، ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصره وتشد أزره وتعينه على تحمل الأذى، فكان لا يسمع شيئا مما يكره من رد عليه وتكذيب لما يقول إلا فرج الله عنه بها، إذ رجع إليها تثبته وتهون عليه وتخفف عنه أمر الناس. ولقد أخذت خديجة رضي الله عنها تدعو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وقد بدأت المحن القاسية على المسلمين، ووقفت خديجة رضي الله عنها كالجبل الأشم. وقد اختار الله تعالى ابنيها القاسم وعبد الله في سن الطفولة، فصبرت واحتسبت وودعت ابنتها وفلذت كبدها رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهي تهاجر إلى الحبشة فرارا بدينها من أذى المشركين. وفي العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في الشهر الذي توفي فيه عمه أبو طالب، رحلت أمنا خديجة رضي الله عنها تاركة وراءها فراغا لم يملأه أحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد بموتها شريكة حياته الأولى وأم ولده فقط، بل فقد أكبر عون له من بعد الله عز وجل، كما فقد المؤمنون الأوائل أما لهم لم تلدهم، ولكنها أولى من أمهاتهم اللائي ولدنهم برا وأقرب نفعا. فماذا فعل سيدنا جبريل عليه السلام مع أمنا خديجة قبل موتها؟ ففي أحد الأيام قامت السيدة خديجة بصنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وظلت تبحث عن النبي حتى قالوا لها هو على جبل الصفا، فذهبت إليه ومعها الطعام، وفي طريقها سقطت، وكان قد كبر سنها، وكان جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، فسكت، وقال له: أتت خديجة، وتأتي أم المؤمنين فتدخل فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وكانت مريضة متعبة، وكانت هذه أولى المرات التي ينزل فيها جبريل بدون قرآن ووحي، أتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خديجة السلام، فقال: يا محمد، أقرأ خديجة من ربها السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن جبريل هنا ويقرئك من الله السلام. فقالت خديجة رضي الله عنها: هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل: وأقرئها مني السلام. قال لها رسول الله: وإن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام. ثم احتضنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له آخر كلمات لها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتعين على نوائب الحق، اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة ابن نوفل، فإن قومك سيؤذونك ويطردونك. ففي آخر لحظات عمرها تثبت النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلأم المؤمنين خديجة بنت خويلد فضائل كثيرة، فهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فقد واسته بمالها وفعلها، فقد بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب، فالجزاء من جنس العمل، والمراد بالقصب اللؤلؤ المجوف، ليس فيه صخب أي غير مزعج، ولا نصب أي ليس فيه مشقة ولا عناء. فقد ماتت خديجة بنت خويلد في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، وتعب وبكى بكاء مريرا، فأتى إليه الصحابة بعد أيام يقولون: يا رسول الله، خفف عليك. فبكى وقال: إنها أم العيال، ربة البيت، إنها وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر بي كل الناس، إنها آوتني حين طردني الناس، إنها خديجة وكفى. والصحابة يبكون ويقولون: يا ليتنا ما تكلمنا. فتأتيه امرأة وتقول: يا محمد، ألا تتزوج بعد خديجة؟ فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: هل من زواج بعد خديجة؟ حتى أمره الله تعالى بالزواج. أما ختام المسك والرابعة في سيدات نساء العالمين هي البتول الحوراء الصديقة المباركة، أم سيدي شباب أهل الجنة، فاطمة بنت محمد بن عبد الله. أمها هي السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت السيدة فاطمة آخر أولاد أبويها، فكانت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى إذا رضيت ويسخط إذا سخطت. عرفت بالبلاغة والفصاحة، وعرفت بالزهراء لأنها كانت بيضاء اللون مشربة بحمرة، وقد كني النبي بها، فكان يناديها بأم أبيها، فكان يقول: فاطمة أم أبيها. وذلك لأن السيدة فاطمة منذ طفولتها كانت تراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية كرعاية الأم لولدها، فكانت تضمد جراح أبيها بعد الغزوات. وقد تزوجت السيدة فاطمة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي عندما تزوجها خر ساجدا لله، وعندما رفع رأسه من السجود قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وعليكما، وأسعد جدكما، وأخرج منكما الكثير الطيب. وسنتعرف معا على تفاصيل زواجهما فيما بعد. لقد تربت السيدة فاطمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أشبه خلقه به. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ما رأيت أشبه بمشية النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وتقول أيضا: ما رأيت أحدا أصدق ولا أكثر حياء في حياتي من فاطمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا لتسع نساء بعد أمها خديجة بنت خويلد، وكان عمرها حينها 18 عاما، لم يرد على لسانها رضي الله عنها وأرضاها قولة غيبة أو سوء خلق مع إحداهن، فكانت نعم الخلق. ولقد عانت السيدة فاطمة معاناة شديدة، فلقد ماتت أمها وهي في سن صغيرة، ورأت أبيها يؤذى أمام عينيها، وفقدت جميع أخواتها البنات ولم يبقى غيرها، ورأت والدها محمد صلى الله عليه وسلم وهو يموت أمام عينيها، ورأته وهو يؤذى من قريش، ففي أحد المرات رأته وهو يصلي وقد جاء عقبة بن أبي معيط ومعه أمعاء لجمل ميت، ورماه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت فاطمة ابنة السبع سنين وأزالت عنه الوسخ وهي تبكي، وعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تبكي يا بني، إن الله ناصر أباكي. ولقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصرته قريش في شعب بني طالب، وكانت تأكل ورق الشجر معهم، وكان عمرها حينها 13 عاما، وخرجت من هذا الحصار وهي في عمر 16 على مأساة جديدة، وهي موت أمها خديجة بنت خويلد،
وقالت في تلك اللحظة: والله لا أقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في موت أمي، والله لا أدري أأحزن لفراق أمي أم أفرح لما بشرت به في الجنة. فقد بشر الله السيدة خديجة كما ذكرنا بقصر في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. ولقد اشتد الإيذاء من مشركي قريش بعد وفاة أبو طالب وخديجة بنت خويلد، ففي أحد المرات كان أبو جهل ومن معه يتنازعون مع النبي ويدفعانه، فرأتهم السيدة فاطمة فجاءت لهم وهي تقول: ويحكم، استضعفتم أبي بعد وفاة جدي وأمي، والله لأرجمنكم بالحجارة. فلقد عانت وأحست بكل ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي سيدة نساء أهل الجنة وليس العالمين فقط. ولقد حان وقت الزواج، وكان سنها حينها 18 عاما، فبدأ الخطاب للتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من تقدم هو أبو بكر الصديق، وذلك تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا لطيفا ثم مشى. ومن بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه ردا لطيفا أيضا، ثم تقدم آخرهم عبد الله بن عوف وفعل معه النبي مثل ما فعل مع صاحبيه. فجاء الأنصار إلى علي بن أبي طالب وقالوا له: لقد سبقك الكثير، لما لا تتقدم لفاطمة؟ فقال لهم: ليس عندي شيء. فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي وبقي صامتا من هيبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقال: أجل يا رسول الله. فقال له: هل معك شيء أزوجك به؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن عندك درع كنت قد أعطيتك إياه؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكنه لا يساوي إلا القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد زوجتك به، فهذا مهر فاطمة. واشترى بثمنه عطرا لها، وأعطى الباقي لأم سلمة لتشتري لها ما يلزمها. وتزوج علي بن أبي طالب من فاطمة زيجة مباركة سهلة ميسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل ذهابهم لبيتهم: يا علي، لا تحدث شيئا حتى آتيكما. فذهب وجلس علي في ناحية والسيدة فاطمة في ناحية أخرى من البيت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يدها ودعا لهما: اللهم إن فاطمة بضعة مني، اللهم إنها حبيبة إلى قلبي، اللهم إن علي أخي وأحب الناس إلي، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في الخير. يا علي، ضع يدك على رأس فاطمة وقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. يا علي، بارك الله لكما وبارك عليكما. وقام النبي حتى وصل إلى الباب، وقبل خروجه قال لهما: قوما فصليا ركعتين لله، اللهم إني أستودعكم الله وأستخلفه عليكم. وكانت فاطمة تعيش مع زوجها علي بن أبي طالب في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم جاء حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يهديه قطعة من الأرض كلما تزوج، وقال له: يا رسول الله، أما تشتاق لقرب فاطمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكني استحيت منك يا حارثة، فقد أعطيتنا الكثير. فقال: يا رسول الله، والله إنما تأخذ مني أحب إلي مما تترك لي، فخذ هذا المكان لهما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله به يا حارثة قصرا في الجنة. فجاءت السيدة فاطمة وعاشت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته. ولقد عاشت السيدة فاطمة في ضيق حال، فقد جاء إليها علي بن أبي طالب في يوم وقال لها: آه من ظهري، فقد انحنى من كثرة ملء الماء. فقالت له: وآه من يدي، انجلت من تدوير الرحى. فقال لها: إني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء له سبايا، فلنلتمس من يخدمنا. فذهبت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم لتلتمس عنده من يخدمها، ولكنها عندما ذهبت استحت ورجعت، فقال لها علي بن أبي طالب: لنذهب سويا. فقال علي بن أبي طالب للنبي عن حال فاطمة وإنهما يحتاجان لخادم،
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، إن هؤلاء السبايا أبيعهم وآتي بأموال لإنقاذ أهل الصفة الفقراء، فهم أحوج منكما صلى الله عليه وسلم. ورجع علي وفاطمة إلى بيتهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب عليهم، ودخل النبي بينهم في فراشهم، حتى تقول فاطمة: حتى أحسست ببرد قدميه، فجمعنا وقال: هل أدلكما على ما هو أفضل من الخادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقولا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. يقول علي بن أبي طالب: فوالله ما إن بدأنا فيها زادنا الله قوة فما نحتاج لخادم. يقول علي: ووالله ما تركتها أبدا. وعلى الرغم من شدة الفقر، إلا أن بيتهم كانت تملأه البركة والفرحة، فلقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما صوت ضحكهم من الباب، فطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب، ولما دخل سألهم عن سبب ضحكهما، فقال له علي: إنها تقول لي إنها أسن مني، وأنا أقول لها أنا أسن منك. فقال لها النبي: لا يا فاطمة، هو أسن منك 5 سنين. فقالت: أعلم يا أبي، ولكني كنت أمازحه. وهذا لا يعني أن بيت السيدة فاطمة كان يخلو من المشاكل أو الصعوبات، ففي أحد الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وسأل عن علي، فقالت له: غاضبني وترك البيت. فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده في المسجد، وجده نائما في التراب وهو غاضب، فظل النبي يمسح عنه التراب وهو يقول له: قم أبا تراب. فقام علي ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب خلافه مع فاطمة، ولكنه قال له: يا علي، عد معي إلى البيت. ولقد حدث للسيدة فاطمة عاصفة شديدة، وذلك عندما أراد علي بن أبي طالب الزواج عليها من ابنة أبي جهل جويرية، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: إني لا أحرم حلالا ولا أحل حرما، ولكن لا ينبغي أن تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة نبي الله في بيت واحد. وقال النبي لعلي: إن أردت الزواج من جويرية ابنة أبي جهل فطلق ابنتي. فعاد علي بن أبي طالب إلى بيته وقال لفاطمة: لعلي أخطأت في حقك، وأنت أهل للعفو، فهل تعفي وتغفري؟ فسكتت قليلا ثم قالت: أعفو يا ابن العم. وبعد هذا الموقف بشهرين حملت بالحسن، ورزقت السيدة فاطمة من علي بأربعة أولاد: الحسن والحسين والمحسن وأم كلثوم. ومات المحسن وهو رضيع. وعندما ولد الحسن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فسأله: ماذا سميت الغلام؟ فقال: سميته حربا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سميته الحسن؟ وفي حملها الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما سميت الغلام؟ قال: حربا. قال: ألا سميته الحسين؟ وفي الغلام الثالث سأله النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، فقال له علي بن أبي طالب: حربا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سميته محسنا؟ عمر السيدة فاطمة الآن 28 سنة، وتحدث لها المصيبة الكبرى، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فما استطاع أن يقوم ليقبلها كما كان يفعل، فجلست عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادنوا مني يا فاطمة. فأصرها بكلمة فبكت بكاء شديدا، فلما رأى بكاءها قال لها: ادنوا مني يا فاطمة. وأصرها بكلمة فضحكت ضحكا شديدا. وعندما سألتها السيدة عائشة عما قال لها، قالت: ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها السيدة عائشة مرة أخرى، فقالت لها: قال لي في الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة، فبكيت. ولما رأى بكائي قال لي في الثانية: أما ترضين أن تكوني أول أهلي لحاقا بي، وأن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقفت فاطمة تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه.
وظلت ترددها حتى دفن. وبعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم قابل أنس فاطمة أمامه فقالت له: يا أنس، أطابت نفسك أن تحث التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أنس: نظرت إلي بحسرة وبكت وتركتني. وقبل وفاة السيدة فاطمة أوصت علي بن أبي طالب بوصيتين: الأولى أن يتزوج من أمامة ابنة أختها، وذلك لأنها ستكون رحيمة بالحسن والحسين، والثانية أنه عند دفنها أن تغطى وتدفن ليلا، وذلك لأنها تستحي من تزاحم الناس عليها. وماتت فاطمة بنت محمد ودفنت ليلا، وكان عمرها حين ماتت 29 عاما، وقد دفنت يوم الثلاثاء 20 رمضان في السنة 11 للهجرة، وماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ودفنت في البقيع. رضي الله عن سيدات نساء العالمين، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.